الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم. يتجدد اللقاء اليوم مع عالم من علماء المسلمين فضيلة الشيخ محمد علي عبد السلام حفوش إمام مسجد أبو بكر الصديق بقرية المنظور، يطوف بنا حول قوله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل السعير، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإيمان للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعل الحكمة أبدا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فرضا صمدا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ثم أما بعد. مع اللقاء الأول ومع الترحيب الأول بحضراتكم، لنعيش مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لنرى الطريق الواضح، لنسير خلف النور الذي أنزله الله جل وعلا هداية للبشرية جمعاء. ونحن نعيش في أيام الخير وأيام الفضل وأيام البركة، فعش معي بقلبك واجعل عقلك يتفهم ما أقول، لأن ما أقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى. أولا، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابا، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها بابا، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه الأيام المباركة، لترى أن هناك بابين: الباب الأول باب مفتوح يقف عليه مناد ينادي يا باغي الخير أقبل، وأما الباب الثاني باب مغلق موصد قد أحكم القفل له، ذاك أن الله جل وعلا قد اختص الأمة في شهر رمضان بمجموعة من المزايا ومجموعة من الهبات والمنح والعطايا. تعالوا بنا لنقف أولا على أول منحة وهبة جعلها الله عز وجل للأمة. بابين: الباب الأول مفتوح، باب من أبواب بيت جعل الله عز وجل فيه من النعيم، فيه من الخير، فيه من السرور، فيه من الحبور ما فيه، وهذا ما كان ذلك إلا ترغيبا لكل صاحب طاعة أن يجعل نفسه وأن يهيئ نفسه أن يكون من أصحاب الباب الأول، الباب المفتوح. وأما الباب الثاني حذر الله جل وعلا منه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومع ذلك جعل الله عز وجل هذا الباب مغلق موصد. فينبغي علينا أن نكون حريصين جل الحرص على أن نكون من أصحاب الباب الأول، لأن فيه من الخير والنعيم والسرور ما فيه، وألا نفتح ما أغلقه الله جل وعلا. أخي الحبيب، اسمع إلى ربك جل وعلا، وتعالوا بنا لنعقد مقارنة بين باب مفتوح وباب موصد، واختر لنفسك في أي البابين ستقف، أو على أي البابين ستقف. باب وقف عليه مناد ينادي يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، وتعالى لأسوق لك
ما في هذا الباب من الخير ومن النعيم. وأما الباب الثاني فيه وقف مناد أيضا محذرا يقول: يا باغي الشر أقصر، يا باغي الشر أقصر، آن أوان العودة، يا باغي الشر أقصر، آن أوان أن تقصر وأن تكف عن فعل السيئات، فهذه هي أيام الخير. باب الخير، الله جل وعلا تعالوا بنا لنرى كيف أن الله جل وعلا في مجمل آيات القرآن الكريم ما ذكر الباب الأول إلا وأعقبه بذكر الباب الثاني. اسمع إلى ربك جل وعلا في خواتيم سورة الزمر، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وأما الباب الثاني هذا باب الشر الذي أغلقه الله جل وعلا في هذه الأيام الطيبة المباركة، وأما الباب الثاني فهو باب الخير. اسمع إلى ربك جل وعلا وهو يقول عقب هذه الآيات: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. اسمع معي إلى العبارتين في الأولى مع مساق أهل النار، أولئك الذين فعلوا أفعالا استحقوا أن يكون مساقهم هذا، وبين هؤلاء وقد فعلوا أفعالا استحقوا أن يكون مساقهم هذا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت. وفي الباب الثاني قال: وفتحت أبوابها. لك أن تقارن بين اللفظة الأولى وقد خلت من العطف، من حرف العطف، فتحت بغتة كما قال الإمام الشعراوي عليه رحمة الله، لتقف وقفة المتأمل بين فتحت وفتحت بذكر حرف العطف مع الثانية، وأما الأولى فالله جل وعلا قال فتحت بغتة، فتحت فجأة، فتحت ليرى عاقبة ما قدم، ليرى فعل ما جنت يداه، ليرى ثمرة كل فعل فعله. واسمع لترى أي الفريق، في أي الفريقين أنت. ربنا جل وعلا يقول عن أصحاب الباب الأول المغلق الذي أصر جميع البشر على فتحه على الرغم من كون أن الله جل وعلا أغلقه وحجبه ومنعه فضلا منه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله لا بعدله. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، فلئن عامل الله الناس بعدله لهلكنا. الله جل وعلا يقول: وأما الذين شقوا، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أما القوم الذين فازوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. أخي الحبيب، قف وقفة المتأمل، يا ترى ما حال أصحاب الباب الأول وما حال أصحاب الباب الثاني؟ أصحاب الباب الأول أولئك الذين عصوا وقصروا وفعلوا ما فعلوا استحقوا بطرقهم لما أغلق الله جل وعلا، وأما أصحاب الباب الثاني أصحاب النعيم. اسمع إلى ربك جل وعلا يقول يا محذرا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها، اسمع،
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الذين دخلوا في الباب الأول باب الجحيم. الله جل وعلا يقول إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. أولئك الأول الذين خابوا وخسروا ينادون على خازن الباب المغلق ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أيوة أنت اللي كنت كاره للحق، كاره للصلاة صليتش، كاره للوضوء ما توضئش، لم تتوضأ، لم تكن على طاعة لربك جل وعلا. أين أنت؟ أين أنت لترى عاقبة هذا الخسران، هذا الوبال، هذا الضياع الذين اعترفوا فيه؟ قالوا حينما عاينوا النار وعاينوا الباب المغلق، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، يتمنى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اسمع، يتمنى ثلاث أمنيات، أن تتحقق، أن يجد من هذا مفر. تعالوا بنا لنترك هذا الباب، لأن الكلام معه له في قلبي غصة وله في فؤادي شيئا ثقيلا جدا لا أجد فيه رحمة حينما أتكلم عنه. تعالوا بنا إلى الباب المفتوح، الباب الذي وقف عليه أصحاب الإيمان باذلين لكل ما هو غال وثمين، بذلوا من أجله ما بذلوا. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. وعمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم رضي الله عنه قال، قال عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. زاد الترمذي فقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ليس بابًا واحدًا. وما دل هذا إلا على سعة رحمة الله جل وعلا. الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. لهذا المقام الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليدل عليه، ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في خواتيم سورة مريم جل وعلا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اسمع، لتبشر به بشرى، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الأمم، مبشرا بالجنة بالباب المفتوح. يا أخ الإسلام دعك من الدنيا، اترك الدنيا قليلا، اترك الدنيا لترى عاقبة أمرك، فإن الناس قد تكالبوا على الدنيا متناسين أو متغافلين أو ناسين لمصير محتوم. هرم بن حيان كان يخرج وكان رجلا زاهدا عالما تقيا ورعا، كان يخرج في الليلة المظلمة الشديدة الظلام التي لا يرى فيها أي شيء وينادي بأعلى صوته
عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. وأنا أقول كما قال: عجبت من الجنة كيف نام طالبها. أنت تطلب الجنة؟ هل أنت تسارع كما أمر الله جل وعلا وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، تلك هي الأولى، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لهؤلاء القوم لهم صفات. قال ربنا جل وعلا كما في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سارعوا، سابق، هيا فأيام الخير، هيا إلى الباب. ها هو الصديق رضي الله عنه لما قال النبي، التلميذ الشاطر، التلميذ النجيب، التلميذ الزكي، الطالب الماهر الفطن، الذي يعلم عواقب الأمور، الذي نظر بعين بصيرة الإيمان الذي استقر في قلبه ومكنون فؤاده إلى عاقبة أمره. الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء أصحاب الجنة سارعوا وبادروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ألا ترى إلى أبواب الجنة حينما قال الله جل وعلا في محكم كتابه: وسيق الذين اتقوا، وسيق الذين اتقوا. وربنا جل وعلا في آيات الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لماذا؟ ألأكل نأكل؟ ألشرب نشرب؟ ألمال من حلال وحرام نجمع؟ ألاستغلال لظروف الناس نفعل؟ كلا ورب الكعبة. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تؤمنون، لعلكم إلى مرضات ربكم تسارعون، لعلكم إلى نعيم الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك رضاك والجنة. اسمع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم طلب الجنة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تعال معي لنقف على الأبواب الثمانية لنرى هل لنا معاشر الصائمين في هذه الأبواب شيء. نعم، لنا باب يقال له باب الريان، مأخوذ من الري بعد العطش، مأخوذ من الراحة. سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل له: يا أمير المؤمنين، متى يذوق العبد طعم الراحة؟ وللإمام أحمد رضي الله عنه أيضا هذا السؤال، قيل له: يا إمام، متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: تحت ظل شجرة طوبى في الجنة. الله جل وعلا يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. تاني الذين اتقوا. ايه الحكاية ديت؟ الناس دي قصتهم ايه؟ نعم، هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم الصفوة الذين اصطفاهم ربهم سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يدخلوا واقفين، أن يكونوا قائمين على هذا الباب. عجبت من الجنة كيف نام طالبها. حالك إيه مع ربنا؟ تعامل إيه؟ إيه علاقتك بربنا؟ يا ترى أنت لسه بتفكر في الدنيا والأكل والشرب والشهوة، أم أنك سرت مع في تحقيق قول الله جل وعلا؟ واسمع، ربنا جل وعلا يقول: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
في سدر مخضود. اسمع إلى ربك جل وعلا يقول في السورة التي سبقتها: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هؤلاء أصحاب الباب الأول الذي ينبغي على كل إنسان منا أن يتفكر فيه. اسمع إلى ربك كما في سورة محمد يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. مش هتدور مطور ومش هتشتري فلتر، ما أعده الرحمن بيده. الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهنا أتوقف وللحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.